للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. استاذ حسين، بدايه مرحبا بك. كيف تقرا تصريح رئيس البرلمان في العراق محمد الحلبوسي ان مجلس النواب ملتزم بالغاء مكاتب المفتشين العامين، والى اي مدى ترى وجودهم ربما يعني مخالفا للدستور؟ انا اعتقد انه البرلمان محق بالغاء مكاتب المفتشين، ولا يحق للسيد عادل عبد المهدي بتعيين المفتشين من قبل الحكومة. من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية، نعم البرلمان محق بهذا الإجراء. أعتقد أنه المشكلة هذه هي مشكلة جزئية، ما هو مشكلة أكبر هي المحافظة في توزيع المناصب السيادية والمناصب والدرجات الخاصة والمواقع الحكومية، وهذا ما لم يتخلص منه لا البرلمان ولا الحكومة. كيف ترى الصراع بين مجلس النواب وحكومة عبد المهدي على إلغاء مكاتب المفتشين العامين؟ يعني في أي إطار تراه أو تنظر إليه؟ أعتقد هذا الصراع هو صراع جزئي وصراع فرعي، ليس هو أس المشكلة الكبيرة التي يعاني منها. مهما يكون السيد عادل عبد المهدي يستطيع البرلمان إلغاء هذه القرارات واعتبارها غير دستورية ويتراجع، لأن السيد عادل عبد المهدي لا يمتلك كتلة كبيرة داخل البرلمان تستطيع أن تسانده فيما ذهب إليه، لأن لحد هذه اللحظة لا توجد كتلة كبيرة أو كتلة الأكبر داخل البرلمان، خصوصا في الانتخابات الأخيرة لم تتشكل الحكومة من خلال الكتلة الأكبر. جميع الكتل لا يحق لها تشكيل حكومة لأن لم تبلغ نصاب تشكيل الحكومة، فهو في حالة يعني ضعيفة أمام البرلمان، والبرلمان أعتقد سيذهب إلى إلغاء هذا القرار. عندما يعين عبد المهدي مفتشين عامين بعدد 7 من بينهم قيادي في ميليشيا بدر في وزارة الدفاع، إلى أي مدى ترى أن الأمور لا تخرج أبدا عن إطار المحاصصة والتفاهمات السياسية؟ وهذا السؤال المهم. أنا أعتقد أنها المحاصصة الطائفية منذ 2003 وإلى الآن هي تقنن شيئا فشيئا. أولا كانت محاصصة طائفية، ثم محاصصة حزبية، ثم محاصصة عائلية. العراق أعتقد لن تقوم له قائمة إذا طالما معتمد في إدارة الدولة على الأسس الطائفية وعلى المحاصصات الحزبية والطائفية. ما لم يكن هناك مشروعا وطنيا لإنقاذ العراق من هذا الوضع البائس لا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام، وأعتقد هذا المشروع الطائفي هو مدعوم خارجيا ودوليا. لهذا السبب الخلاص من الهيمنة الخارجية هو بداية الحلول وبداية الطريق الصحيح لإنشاء حكومة وطنية تعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، وإلا باقي المحاصصة هذه الطائفية، والخاسر الأكبر في هذه المحاصصة هم العرب السنة لأن الجميع يتغول عليهم. النائب عزة الشابندر يقول إن الفاسدين أعاقوا كل إجراء صحيح ليثبتوا جدارتهم في مهمتهم، إلى أي مدى ترى أن الشابندر مصيبا ربما فيما قال؟ يعني حقيقة أتفق معاه في هذا التصريح أنه الخطأ يجب أن لا يكرر، والمجرب يجب أن لا يجرب، والفساد يجب أن لا يستمر، ولكن ما ندركه وما نعلمه وما نتابعه ونراقبه أنه الفساد ومجموعة الفساد هي ما زالت هي المسيطرة وهي التي تدير شؤون الدولة، وهي لا تبالي بأي شيء لأن هناك دعمين لها، الدعم الحزبي الداخلي والدعم الخارجي المتمثل بالولايات المتحدة وإيران. يعني هل إلى مدى ترى أن ربما برنامج الحكومة يعني لم يعالج مشكلات العراق المستعصية كما تقول لجنة المتابعة النيابية، هكذا هي تقول؟ يعني للأسف أن هناك نتيجة ظهرت من هذا البرنامج. الحكومة قالت 79% كان من إنجاز برنامج الحكومة، والبرلمان يقول 39%، وما الفرق ما بينهما كبير جدا، وهذا يدل على عدم مصداقية تلك التقارير التي صدرت سواء من البرلمان أم من الحكومة. لهذا أعتقد أنه لا توجد رقابة حقيقية على الحكومة لغياب المعارضة الوطنية داخل قبة البرلمان، لا توجد معارضة، فمن يصدق بالتقارير؟ هل الحكومة هي من تقول أنا أنجزت هكذا والبرلمان يتفرد أم العكس؟ لهذا السبب طالما لا يوجد معارضة برلمانية داخل نظام برلماني، فمعنى كل التقارير هي لا يمكن أن يعول عليها ولا يمكن أن تكون ذات مصداقية. نعم، من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي
أستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.